بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في إطار ترويج السياحة الوطنية يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن ترافق هذا المهرجان عن طريق نقل كل ضيوف هذا المهرجان وأيضا المرشدين السياحيين القادمين من بلدان أخرى. ويسرني اليوم وأنا فرح أن أكون مع رفيق الخطوط الجوية الجزائرية في إطلاق أول رحلة من باريس إلى جنات، وهو السيد محمد طرش المدير العام لشركة أوريزون نوماد المتواجدة في فرنسا، والتي ترافق الخطوط الجوية الجزائرية مع شركة لونات في ترويج السياحة الوطنية والسياحة الصحراوية قبل كل شيء. وشكرا.